حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيمين أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح قال جلس عند قرن مصقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة قلت وما الشهادة قال أخبرني محمد بن الأسود يعني ابن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم